سأخصص الفقرة الأخيرة من كلمتي لأمنا الغالية العزيزة مصر. أشمون تحدثنا عنها كثيرا، وهناك رجال وهناك سادة النواب كفيلون بكل هذه المهام. أما مصر يجب أن نحرص على هذه البلد، كل فينا في موقعه. مصر هي البيت، وهي السكن، وهي الفرشة، وهي الغطاء. بيوتنا ليست البيوت التي نسكن فيها، بيتنا هو مصر. غطاءنا وفرشتنا ليس في سريرنا، وإنما في أمن هذا البلد.